انخفاض على درجات الحرارة، أجواء مائلة للبرودة في الليل، ممكن تحتاج جاكيتات وفرص للأمطار. وإلى التفاصيل رح نبدأ من هاي الليلة. يوم الاثنين بالليل متوقع أن الأجواء تكون مائلة للبرودة وباردة نسبيا تحديدا في المرتفعات الجبلية. لهيك بدنا ننبه الأشخاص اللي بتطلع تعمل أي من الأنشطة الخارجية بالليل أنه يكون معاها جاكيتات، لأن الأجواء ممكن تكون باردة. مع ساعات الصباح الباكر من عطلة المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء، متوقع أيضا تستمر الأجواء الباردة نسبيا في معظم المناطق، وأيضا في فرص لتشكل الضباب تحديدا في المرتفعات الجبلية. مع ساعات النهار متوقع يكون في انخفاض على درجات الحرارة، يعني رح تكون الأجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة، وأيضا مع وجود فرص لزخات متفرقة من الأمطار على مناطق محدودة من شمال ووسط المملكة. الخطورة هون بتكون في زخات الأمطار لو إجت، انه راح تكون في تشكل لانزلاقات على الطرقات. لهيك بدنا ننبه الاخوه السائقين، لانه في ظل هاي الظروف الجويه حتى لو الامطار كانت خفيفه جدا ممكن تكون الانزلاقات خطره. مع ساعات الليل متوقع انه تكون الاجواء ايضا بارده نسبيا، وبنحتاج انه يكون معنا جاكيتات حتى مع ساعات الليل من يوم الغد. وايضا الاخوه اللي بتسوق على الطرق الصحراويه لازم ننتبه انه ممكن يكون في رياح نشطه بتثير الاتربه والغبار. نتمنى لكم عطلة سعيدة. إذا عندكم أي استفسارات تانية اكتبوا لنا إياها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها. سلامات.